افتتحنا صرح الشهيد اسلام صبوح وامير البسطامي، وهذا شرف كثير لنا انه عزمنا الناس وكنا يعني مفتخرين بشهادة اخونا الحمد لله. والله انه بيعني لنا شيء كثير، الحمد لله انهم استشهدوا على ارض مجاهدة مرابطة، الحمد لله انهم مقبلين وليسوا مدبرين، والحمد لله رب العالمين. اليوم كان كثير حلو كثير مميز، باعتبار انه قاعدين من اسبوع اقول لكم قاعدين منحضر لهذا اليوم. الحمد لله محمد نزف مع اليوم 4 مرات عريس، والحمد لله الله يهنيه يا ربي. اليوم حفل تأبين غيث، اليوم غيث بيصير سنة الله يرحمه ويرضى عليه، وإحنا جايين إحياء لذكراه. الوجع نفس الوجع وبنتساش، هو قال تنسونيش وهو فعليا طفل بنتساش، مش بس إحنا أهله مش ناسينه، الدنيا مش ناسيته غيث فعليا. يعني أنا بتطلع قديش الناس متأثرة فيه وقديش الناس مش ناسيته، الله يرحمه ويرضى عليه. غيث يمين التي ستلقي كلمة اليوم في مقامي وفي ذكراه. أنه الذي حاول الاحتلال تغيبه بالرصاص، لكن غيث اليوم